السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ هو الصراحة ده أول فيديو لي على القناة وكده، فمحتاجين دعم وبتاع. دوت طريق الدخول في حساب يعني لبرنامج اللايت روم. بنخش على البرنامج وبعدين بنضغط ساين ان أو ساين اب، معلش. بعد كده بننتظر شوية. في الخانة الأولى بنكتب، أو في المكان الأولاني ده بنكتب أي حاجة، وبعد كده @gmail.com. في الخانة التانية بنكتب برضو أي حاجة، سواء عربي أو إنجليزي، بس نكتب إنجليزي. في التالتة برضو بنكتب إنجليزي. بعد كده الباسورد بنكتب حرف إنجليزي كابيتال، ده حرف سمول، وبنعمل أي علامة اللي هي آد أو كده. بس بنكمل فوق 8 حروف أو 8 أرقام. بعد كده بنكتب السنة واليوم والشهر. بعد كده كريات أكاونت كده. هو بكون سجل معاك، وبعد ما تخش على البرنامج استنونا الفيديو الجاي عن طريقة إضافة الفلاتر.